بص، هو الفكرة فعلا انه تمام. يعني كل حاجة ليها ميزة وليها عيب. بالظبط. الجواز اكيد ليه مميزات كتير، وفي نفس الوقت برضه فيه عيوب كتير. مميزات ان انت بتلاقي حد هو مشاركك اهتماماتك، شريك. مشاركك حي... بس ده لو فعلا جواز صح، لو مظبوط. بنتكلم انه الاتنين فعلا متفاهمين وفي احترام وفي بالظبط. ود وفي حب وفي الحاجات اللطيفة دي، فهتلاقي الدنيا فيها خناقات، فيها شوية مشاكل، بس دي انا بشوفها ان هي صحية جدا. طبيعي. ولكن فكرة انه حد عايش معاك طول الوقت وبيشاركك حياتك وبيشاركك تفاصيلك، بيسأل عنك، بيكون ليها جو مختلف. بأي بقى مشكلة بتحصل في النص كده، فكله بيعدي. وبرضه نفس الحكاية في فكرة ان انت تبقى عايش حر نفسك كده، تصحى الصبح احنا عايزين كل حاجة، انا هعمل عايزين ايه كل حاجة. النهاردة؟ مش حاطة بقى في دماغي اللي هو الولاد عندهم مدرسة، هوديهم مش عارفة التمرين هعمل امتى، اكل ايه هعمل النهارده، اكل ايه النهارده، في غسيل واما اجي ايه في الغسالة يا ترى مثلا اسأل الراجل اللي هو تحب مثلا تاكل ايه اي مثلا، حاجة، وبعد كده يعترض واللي هو على بيرضى الاكل بأي اللي انا حاجة يا عيني عاملاه. لا، الراجل ما بيرضاش، حرام عليكي. فبيقول اي حاجة واما الاكل يتعمل، طب انا ما باكلوش او ما بتهيألك والله بحبوش او مش عايز. أغلبية الرجالة أول ما بتلاقي الأكل قدامها خلاص وقت التعب على طول هتاكل، لا ما فيش حد دايما ممكن طول اليوم بره البيت، طول اليوم بيعمل حاجات ويبقى ويجي الغسيل يا ابني كله ايه في بقى؟ الدولاب، ويجي على مثلا الشميز ولا التيشيرت الوحيد اللي لسه في الغسيل. حبك كده لا، هنا انا مش مع ده طبعا، انا مع الحق. بصي، طول ما في حاجات بتتعمل وطول ما انت الامور عندك ماشيه مستقره، انت لازم تقول الحمد لله. اول ما يحصل خلل لازم هي تقف، ولازم عارف بقى الراجل بيقول، او يعني مش قصدي، عارف الراجل بيحب تحس امتى بقيمه الست بعد لما لو لا قدر الله سابوا بعض او حصل انفصال او كارثه حصل طبعا. طلاق، يبدا بقى يحس انه حياته اتكركبت، او انه حياته انه السيستم هو ماشي عليه، رغم انه السيستم ده في وقتها بيبقى مأيده، او حاسس اللي هو ايه، انا عايش مع مراتي مش عايش مع حد بيديني اوامر او حد ماشيني على قوانين ورولز معينه في البيت. بعد بقى ما الرولز دي بتتهد ويلاقي نفسه ان هو حر، اول كام يوم كده تحس ان هو ايه ده، الله انا حر ومبسوط وبروح لا وباجي. لا. بعد شويه وقت بيحس فعلا انه حياته اتهدت، او انه في والعكس صحيح، العكس البيت بقى كله اتهد يا نور. لا لا اقول طبعا، لك بقى، في مقوله دايما بتتقال ايه، انه الستات بتحلو بعد الطلاق. استحاله طبعا، لا والله ده حقيقه والله. لا مش لا، بشجع مش على بشجع حد، ده، مش بس هو بشجع. بس ده مش صح، لان في لا صح، اغلبيه الست بتاخد بالها من نفسها بعد لو ما كان البنت عندها اهتمامات كتير جدا، وبعد ما كان وراها مسؤوليات كتيره، دلوقتي بقى كل مسؤوليتها ان هي حابه ان هي نفسها. تبسط نفسها وحابه ان هي تدلع طب نفسها، دي انانيه، فبتهتم. انانيه في ايه؟ انانيه ان هي مش بصر لنفسها، يعني ايه مش يعني بص؟ لو احنا ما بنتكلم هي اكيد بص لا لو مفيش واحده بص بتوصل يا نورا، لمرحله الطلاق غير لما بيكون بص في مشاكل احنا كتير بنتكلم مرت بيها. بالمنطق، لو في هنا عندنا خلل، فالخلل خلاص دمر البيت خالص والاتنين انفصلوا وكل حاجه. الخلل ده من هي مين ايه اكتر؟ الانانيه بقى ان هي تهتم ان هي بنفسها؟ افرضي قبليها ما كانتش مهتميه مثلا ببيتها، ولا مهتميه بجوزها ولا بعيالها يا مثلا. سلام، انت ايش عرفك؟ هو انت ليه دايما متحامله على الراجل؟ لا انا مش متحامله على الراجل، بس انا بقول الحقيقه انه اغلب الستات دلوقتي هي اللي طب شايله ليه مش اغلب، المسؤوليه. ليه مش دراسه قالت ان هي اغلبيه الناس كلها اللي بينفصلوا او بيستقلوا بنات وسيدات مش رجاله؟ ايوه، ما هي الدراسه إيه؟ بتقول كده. معناها ان احنا عندنا بتقول خلل، انه زي الست، منا ما دخلت قالت عندنا خلل ان احنا في مهام وواجبات زوجيه المفروض تبقى موجوده في كل بيت. لو احنا بنتكلم في الاصول فده طبيعي جدا، عشان كده المفروض كل واحد فينا يراعيها. الراجل حلو. عليه دور حلو. والبنت والست عليها دور مهم جدا. دلوقتي بقى اغلب اللي بقى بيحصل ايه، الست هي اللي شايله مسؤوليات اكتر من الراجل، وفي المقابل انا مش بقول كل الرجاله، بس تمام، معظم الرجاله مش بتقدر المجهود اللي الست صح بتبذله، فبتيجي بعد وقت لا خلاص هي مش قادره تستحمل الحياه ولازم دي ومش العكس قادره برضو نورة. تستحمل. ولازم برضو البنت او الست تقدر برضو ما هي الست الراجل، بتقدر على فكره، مش الست لا لو مش هو انت بتقدر. عندك انه قانون خلاص لا ثابت، انا مش لا بقول مش انه حاسس قانون انها ثابت، كده. انا بتكلم على الاغلبيه، مش بتكلم على كل الناس، ولكن بتكلم على الاغلبيه او على الحالات اللي انا بشوفها حواليا. لا بالعكس، الست بتقدر، والست لو ما كانتش بتقدر كان من اول سنه ولا من اول شهر جواز ما استحملتش يعني اي موقف يعدي عليها ولا اي مشكله ولا اي ظرف جوزها يحصله، هتقول له مع السلامه وهتمشي. بالعكس، لا احنا بنشوف ستات كتير جدا بتقف جنب ازواجهم وبتشتغل وبتساعد في البيت وبتقوم بواجباتها وبتربي ولاد، وممكن مثلا تلاقي الراجل خانها او الراجل سابها او الراجل مش مقدر ده او الراجل حتى ما بيقولهاش كلمه كويسه. برضو مش بتكلم على كل الناس، بالظبط، مش ولكن مش بتكلم قاعده على الاغلبيه. فبتيجي اكيد بعد شويه وقت اللي هو طب انا نفسي فين، يعني انا فنيت، وتلاقي الجمله دي على فكره بتتقال من ستات طب ما كتير. يمكن العكس برضه يا نوره، يمكن الراجل بيقدم كل حاجه للبيت وبيقدم كل حاجه ليكي وبيعمل لك انت كل بذمتك يا لا اخي. بص، عمرك شفت الرجاله بتشتكي اكتر من فكره انا فنيت حياتي وفي الاخر لا هو سابتني ليه ما وبصت فيش، لواحد ليه دايما تاني عندنا مثلا؟ المعتقدات ان احنا عندنا الراجل مش بيتاثر، او لا عندنا الراجل الراجل ان هو بيتاثر. مش بيقدم تنازلات لا برضه. الراجل بيتاثر، بس لا الراجل الراجل عقلاني. فتحه البيت برضه خلي بالك، لما الراجل يكون محافظ على بيته بشكل معين دي فيها تنازلات يمكن انت ما بتعرفيهاش.